مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، اسعد الله مساءكم بكل خير ومرحبا بكم في واحده من المباريات المثيره عبر قناه زاهر تي في من ملعب مصطفى تشاكر بالبليده بين فريق مدينه الورود اتحاد البليده وضيفه اليوم اتحاد بسكرة. ننقلها لكم مباشره من ملعب مصطفى تشاكر بالبليده. بدايه المباراه تنطلق مشاهدي الافاضل في هذه اللحظات من صفرة الحكم سعيد محمد، 36 سنه، اول مباراه له في الرابطه المحترفه، الثانيه بمساعده عياد محمد امين ميراوي زكريا، والحكم الرابع عمار خوخة رياض اضافه الى محافظ اللقاء. اول هجمه لصالح اتحاد البليده في هذه اللقطه، واول تسديده في هذه اللقطه حارس اتحاد بسكرة علوي دافع. دخلنا مباشره في هذه المباراه، بسكرة في وسط الميدان يغير البحث عن عادل الجعبوط، يراوغ الكره داخل منطقه العمليات، يراوغ عادل الجعبوط، يا سلام، كادت الكره ان تزور الشباك لولا سوء التعامل من عادل الجعبوط. مراوغه رائعه، توغل، لا نبداو التمرير، تعود الكره على الجهه اليمنى، سامي فريمي بالنسبه لاتحاد البليده، يرفع الكره الى عبد العزيز، عبد العزيز يسجل بالراس ويسجل اول هدف في المباراه بالنسبه لفريق اتحاد البليده، ويفجر حناجر هؤلاء الانصار الحاضرون بمدرجات ملعب تشاكر بالبليدة من امام علوي نافع. يرتقي عبد عز الدين ويسجل اول اهداف هذه المباراه. في الاول كانت قراءه يعني بالنسبه للاعب خلافي المدافع الايسر اللي ما قراش الكره مليح، خلات انه اللاعب خدا الكره على 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 الاطراف. ثاني حاجه يعني بعد توزيعه كل لاعبين مدافعين لو نشوف الاعاده كانوا يستناو في حميدي، يعني الموقع تاع حميدي وترك اللاعب اللي يسجل الهدف، ولهذا كانت يعني فرصه امامه انه استطاع انه يسجل نقدر نقولوا الهدف بسهوله. شوف توزيعة اللاعبين يستناو في حميدي وتركوا اللاعب اللي هو اللي قام بالتحرك المناسب. التوزيعه كانت رائعه، كانت يعني كانت والارتقاء كان اروع من عبد عز الدين، يسجل اول اهدافاته المباراة في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول. عميدي تدخل خلافي، الكرة تصل إلى زكريا بن يحيى على جهة اليسرى من أمام عبد القادر عيفوي، يمر زكريا بن يحيى وفي مخالفة يعلن عنها الحكم سعيد محمد، واحتجاجات دائما من عبد القادر عيفوي دائما. تلعب إلى سامي فريوي، تدخل بطاقة حمراء، تدخل والبطاقة الصفراء الثانية للاعب على اللاعب وليد علاتي، تدخل عنيف على سامي فريوي. هل فيه بطاقة حمراء؟ نعم وليد فيه بطاقة حمراء، ثاني بطاقة. لا لا، التدخل كان واضح، وليد علاتي راح مباشرة إلى اللاعب، البطاقة الحمراء في هذه المباراة. الأمور ستصعب أكثر على فريق اتحاد بسكرة بعد تلقي وليد علاتي البطاقة الحمراء أمام أعين الحكم، وتدخلوا على هلو رياض كان واضح او على سامي فريوي. نعم وليد فريوي لحد الان يعني مر الكرة الهدف الى الطريقة، لم يحتاج اللاعب روح رياضية كبيرة، فهموا البطاقة الحمراء واضحة. لا منطقية. في تدخل يعني بطاقة صفراء هي صراحة، لو كانت الاولى كانت عادي يعني بطاقة صفراء، ولكن المقابلة مشاهدي الافاضل بتفوق فريق اتحاد البليدة بهدف لصفر من تسجيل عابد عز الدين في الدقيقة 30 من عمر هذه المباراة. أنصار اتحاد البليدة فرحة هستيرية في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بعودة فريقهم في سباق المنافسة وليد على العودة إلى مصطفى الكبار. وليد، نعم حسن، معي مدرب الحرس والمدرب المساعد الذي عاش المباراة على الأحساب السيد طوال، يعني شفنا اليوم فريق اتحاد البليدة دخل بقوة.